السلام عليكم. في المرة الماضية عرضنا لكم شخصية لازم تعرفونها من خلال الشرح اللي أعطاناكم إياه، وشخصية هي كانت ريجينا. طبعا ريجينا هو الاسم الكود حقها مو اسمها حقيقي، وهي من لعبة داينو كرايسيس، وهذا اسمي الأشخاص اللي جابوها صح. يعطيكم العافية، وحين خلنا نشوف شخصياتنا الجديدة. أنت وش أنت؟ صحى ولقى أبوه قتل أمه وحاول ينتقم، لكن أبوه أنهى من ضربة واحدة، وعاش حياته كلها عشان فقط ينتقم من أبوه. تخلى عن إنسانيته ووقت صفقة مع الشيطان عشان يعطيه قوة الشر عشان يقتل أبوه، ودخل بطولات كثيرة بس عشان يصادف أبوه ويقتله، ويكره معظم الناس، ويكره أبوه بالتأكيد، ويكره ابنه، ويعامل ابنه مثل ما أبوه عامله، وابنه يحمل قوة الشيطان بسبب دم أبوه، ويكره أخوه بالتبني، ويكره أخوه من أبوه، وأيضا هو يترأس عصابة قوية جدا، وعنده هواية غريبة جدا وهي جمع الجزم الرياضية. ها، عرفت شخصيتنا هذا الأسبوع؟ إذا عرفتوها اكتبوا اسمه تحت بالكومنت، وإن شاء الله اللي يجابوها صح بنحط اسمه في حلقة ثانية. كان معكم فهد الشيحة، شكرا مثلا في قناة ترو جيمينج، مع السلامة.